وللمزيد من المتابعه يسعدنا ان ينضم لينا من برشلونه عبر سكايب الصحفي المتخصص بالشان الرياضي يوسف التمسماني. صباح الخير سيد يوسف، وبعد التحيه بالتاكيد الكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونه فوز كبير للريال بالامس، وصوله للدور النهائي بكاس ملك اسبانيا. بتشوف ان النتيجه دي مفاجاه خاصه بعد فوز برشلونه في مباراه الذهاب، ولا حضرتك شايف النتيجه دي ازاي؟ صباحكم سعيد اعزائي الكرام، ورمضان مبارك سعيد عليكم وعلى كل متتبعي القاهره الاخباريه. والله اذا كان هناك عنوان لمباراه البارحه يمكننا ان نقول ان انشيلوتي مثل طائر الفينيكس يعود من رماده، يعني معتمدا على حرسه القديم. كروس، مودريتش وبنزيما ينقذون ماء وجه ريال مدريد بعد الهزيمه في ملعب سانتياغو برنابيو، ويعودون في النتيجه يعني رباعيه ولا الاحلام. بنزيما الذي سجل ثلاثيه في مباراه الليغا الاخيره امام بلد الوليد، امام فيادوليد، يسجل ثلاثيه ثانيه مره اخرى، وهذه المره في مباراه عوده نصف نهائي كاس ملك اسبانيا، يعني ويؤكد على انه عاد مره اخرى الى التالق. انشيلوتي مدرب ريال مدريد كان يعني كانت تحوم حوله مجموعه من الشكوك، كان من يقول انه ربما حتى سيذهب الى تدريب المنتخب البرازيلي، لكن مباراه البارحه يعني اكدت على انه مدرب كبير وباستطاعته تقديم الاضافه في المواسم القادمه لريال مدريد. ريال مدريد الذي مر هنا في مدينه برشلونه يعني على ملعب الكام نو يعني اكتسح بشكل كبير فريق البارسا، البارسا الذي لم يستطع المقاومه سوى الدقائق ربما 43 الأولى، لكن بعد الهدف الأول الذي أتى في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول يعني البارسا لم يستطع العودة في التركيز، خصوصا من الناحية الذهنية، لأن الهدف كان له أثار ذهني كبير على لاعبي البارسا، وتشافي هرنانديز لم يستطع يعني بشكل أو بآخر أن يحضر بين الشوطين فريقه لمواجهة الريال في هذه الظروف في الشوط الثاني. فأظن أن النتيجة كانت مستحقة، وربما كان بإمكان ريال مدريد لولا أنه أضاع فرصة أخرى أو فرصتين من تسجيل ربما 5 أو 6 أهداف، وكانت ستكون يعني نتيجة أكثر كارثية مما هي الآن. امبارح تابعنا قرعة دور الثمانية لدور أبطال أفريقيا، إيه رأيك في المواجهات الأربعة القادمة في البطولة؟ يجب أن نترك جانبا المواجهات الثلاثة وأن نركز على مواجهة الأهلي والرجاء، قمة من العيار الثقيل، قمة الروعة من مكان، مباراة تضيف يعني رونقا وجمالية على المنافسات الإفريقية، نهاية قبل الأوان، حوار العمالقة، حوار الجبابرة، يمكننا أن نعطيها كل العناوين الضخمة والرنانة التي نريد، لكن بطبيعة الحال كل المواجهات بين الأهلي أو الزمالك والوداد والرجاء كلها تبقى يعني مباراة ستبقى للتاريخ. أظن أنها أجمل مباراة يمكننا أن نشاهدها في المنافسات الإفريقية، الرجاء، الوداد، الأهلي والزمالك ربما هم الأربع أندية الأكثر إمتاعا وتقديما يعني لطبق كروي جميل. فبالتأكيد سنرى يعني مواجهتين من العيار الثقيل، خصوصا وأننا شاهدنا البارحة يعني ديربي الدار البيضاء بين الوداد والرجاء، الذي كان الرجاء قاب قوسين أو أدنى من أن يفوز بالنقاط الثلاث لولا ضربة الجزاء التي أعلن عنها الحكم في الدقيقة تقريبا أظن 98 أو شيء من هذا القبيل. فيعني أظن أن هذه القمة ستكون خرافية، قمة كبيرة جدا، وبطبيعة الحال ستدور دون أي شك في أجواء رياضية مثل ما عودتنا يعني الأندية المصرية والمغربية كإخوة وكأشقاء. شكرا جزيلا الصحفي الرياضي يوسف التمسماني، كنت معنا من برشلونة.